واش راه كاين يشد بلاصتو. وا خصنا نشدو بلاصتنا دابا. اليوم درنا لكم هاد المائده ديال الضيافه. ضيافه ماشي علاش غنمشي ضيافه. هذه مائده الضيافه ديال رمضان اللي هي كتحتوي على الشوربه ازياتيك والبستيل هاد المحنشه اللي هي ديال عرفتي شحال من شاف مشارك في هاد الميده. الشاف عز الدين الشاف لبنى واتصلنا بالشاف سيرين الاخت ديال لبنى من فرنسا درنا معاها اللايف باش شافت معنا الميده. وراه تبارك الله هاد الميده راه شاركوا فيها عدد ديال الشيفات والشاف جاي تصور مع الميده راه ما صوب والو في هاد لا صوبتي العصير صوبت العصير كاينه يلا مرحبا بكم في الميده ديال الافطار ديالنا فطور شهي فطور شهي وكل مره ندير لكم ميده زوينه بحال هكا يلا اللي كيشاهدنا اللي كيشاهدنا اللي كيشاهدنا اول مره اشترك في القناه نقر على الجرس يوصلك الجديد حطوا اعجاب حطوا التعليقات ديالكم. اليوم غادي نشارك معكم الطبله ديالي ديال الفطور. الشوربه اللي عندي اليوم غادي ندير شوربه اسيويه. غادي نحتاج المكونات الاتيه. انا غادي نخدم معكم نيشان باش ما نطولش عليكم. انا هنا استعملت زيت الزنجلان. ممكن تستعملوا زيت نوار الشمس او زيت المائده ولا ما ديروش زيت العود. كندير الزيت الكافيه. عندي هنا كميه ديال البورو مقطع هانتوما غير قليل نص ديال الزلافه. غادي ندير شويه ديال البصله هانتوما غير شويه ما كثيرات طوميط حرة اللي مهم عندي هذا البورو يطيب هو اللي كيكون شويه قاصح اما البصله راه محكوكا مزيان. غادي ندير شويه ديال سكينجبير تقريبا معلقه صغيره نزار نص معلقه صغيره. غادي ندير الملح الكافيه دابا راه سيتين سوق غير ديرو شويه الملح زايده باش ما تجيكم السوسه. غادي نغطي عليه شويه حتى يتبان ويطيب لينا البورو والبصله. هانتوما تشحر كلشي. غادي نزيد اول حاجه كنزيد هي الدجاج هانتوما صدر ديال الدجاج قطعته مكعبات وممكن ديروا اي قطعه من الدجاج على الدجاج اللي عندكم ماشي ضروري ديروا واحد بلاصه معينه والكميه كتبقى عليكم على حسب عدد الافراد اللي عندكم. عندي انا الشامبينيون اون فوتر ديال العلبه غادي نزيدو قطعته صغير. الفوتر الاسود حتى هو رطبته وقطعته صغير. هادو هما الحوايج اللي كيبغيو الطياب. وغادي نمرقو واخا اللي يبغي الطياب راه دغيا 5 مينوت 10 مينوت راه دغيا طاب. هاد الشوربة الآسيوية راه دغيا كتوجد. أنا نيت دابا راه حتى الربعة هادي عاد بديت كنصوب فيها. غادي نغطي عليها ونخليها طيب. هانتوما هنا ودابا طاب الدجاج دغيا كيطيب. اللي مازال موريتش ليكم عندي هنا بويون ديال الكروفيت. الكروفيت القشور ديالو كنسلقهم كنغسل على الكروفيت مزيان وكنسلق القشور ديالو ضروري. هادو راه كيزيد لينا نسمة لا سوب ديالنا او الشوربة ديالنا. غادي نزيد صوص الصوجة الا كانت ثقيلة من الاحسن انا ما كنحتاجوش كمية كثيرة. عندي هنا لاصوص ديال لي زويت كتجي حتى هي زوينة. غادي ندير غير معلقة وحدة. على انتبهوا هاد لي صوص راه كيكونوا مالحين. غادي ندير شويه ديال سكينجبير طري ضروري نديروه كيعطينا واحد النسمة زايده زوينه تقريبا نحكو نص معلقه. هي اليوم دايرين على السوب ازياتيك. اييه اسيويه الكروفيت الكميه الكافيه. ما دابا دغيا هاد الكروفيت غادي طيبو غير هاد السخونيه ديال الشوربه. كديري شويه الكلامه الكلامه كيجيني قاصح والفيرميسي. هادي الشعريه الصينيه انا رطبتها غير في الماء بارد
وقطعتها بالمقص. هذه كديري فيها شويه د الحار؟ لا ما فيهاش الحار اصلا. فيهاش لا ويلي. لا لا ما كنديروش الحار. وغادي وغادي ندورها بشويه ديال النشا. من بعد ما غلا غادي هنا درت 3 ديال المعلقات ديال النشا. غادي نشوف الى قدوني. بسم الله. مازال خفيفه. غادي نعاود نزيد كميه اخرى. النشا او مايزينا. هاد الشوربه راه ما كتبغيش تكون قاصحه، ما كتبغيش تكون ثقيله. هاد القوام ديالها راه زوين. نخليوها تغلى باش تطيب لينا النشا. هذا السوق ديالي هي واجده. صافي دابا طفيت عليها طابت. سيجار بالجمبريون بالاجبان. هادي الصراحه شفت هاد الوصفه شفتها عند واحد القناه ديال سافور كلتوما وعجبتني، وانا غادي ندير عليها واحد اللمسه ديالي. الفكره خديتها وانا درت عليها تحسينات ديالي. هي قلتيها من تما وحتى حنا راه كنشوفوا. لا سافور كلتوما كدير وصفات زوينين وعندها زعما شي حوايج يستحق المشاهده والمتابعه كذلك. الفكره ديال الاجبان هاد القناه ديال انا كنت شفتها تبارك الله، داكشي عندها زوين. كننصحوا الناس يزوروها ويشاهدوا القناه ديالها. تستاهل تستاهل الانسان يزورها والمشاركه. عندي انا خديت لي فرماج، عندي الريكوتا وخديت الفرماج هنايا واحد الجبن طري اللي بالاعشاب، وخديت الجبن ديال هذا المدخن، خديت الجبن المدخن وكذلك الجبن الاحمر او ايضم. هادو انا 4 الاجبان اللي درت. عندي هنا بصله مشحره مشمضه مشحره في شويه زيت العود والملح. صافي التوابل اللي غادي نحتاجو الملحه البزار وشويه ديال الزعتر، وغادي نحتاج واحد البيضه. الوصفه راه سهله ولكن كتجي واعره في الماكله ديالها وبنينه. واش تكرا اجي المشاهدين غادي يشوفوا معنا الفطور ديال اليوم ياك؟ عودناهم اننا اليوم راه تهلط، راه دايره، راه عندنا شي عرض اليوم. عودناهم نشاركوا معاهم الطبله ديالنا رمضان. اييه الافطار. اييه واليوم شنو كاين؟ اليوم عندنا واحد العرضه، وراه داك الشيء علاش باركه كت ايوا ضروري تخلينا على هذا الشيء. هاتي احنا بالطبع احنا المغاربه طبعنا اكرام الضيف. تماما. واحد المحنشه هي كتوجد هنايا. اي هي هذه مخبيها. هاد المحنشة راه فيها 3 ديال النكهات. هادي واحد المحنشة راه خباتها عليكم، غير انا اللي فضحتها حقا. هاد المحنشة كاع ما كنتي بيتو ريها. هادي محنشة مدخنة فيها الفيلي وفيها الفيلي وفيها الدجاج وفيها الكفتة. هادي تنبع غادي نديروها معكم ان شاء الله. واحد لاسوب تا هي راه تبارك الله وجدتي على هاد العرض هادي والله العظيم. الا واحد لاسوب هادي كتعجبنا، هادي كتكون زوينه. واجيو اليوم لهاد الجهه. شوفي المسمر. اي هذاك المسمر اللي كنبغي درتيه. والله يرضي عليك مدام زعما الصراحه هاد الشيء اللي درتي اليوم الله اللي غادي يجازيك. وقطعت هاد الفرماج المدخن. تبارك الله. هاي اليوم فطور كامل دابا اليوم. وغادي نزيد عليه الملحه، نديرو غير شويه، راه الاجبان راه مالحين، نديرو غير شويه البزار، نديرو المنسبات الاعشاب اللي بغيتو. انا اختاريت شويه ديال الزعتره، وندير نزيد هاد البصله اللي شحرت اللي صوتيت. واش من نسولك مدام واش هي البلان الرئيسيه في هذا العرض هذا اليوم؟ هي هذيك المحنشه. المحنشه البيضه كامله نخلطو كلشي المكونات. صدقوني هاد الوصفه
راه زعما خطير شي حاجه واعره ضروري تجربوها مع والسر اللي قالت لينا السيده كلتهم ديال كيفاش ملي تقليو لي سيكار ديالكم او ديرهم في الفرن وما يتحق ما يتفقوش حيت هو المشكل ديال تيتفرقعوا مع الفرماج تماما نزيدوا الفرماج راه نسيت اسيدي الدراري كيعجبهم بالفرماج ها الدراري هما اللي كيعجبهم ما حنا يا خصنا نتسالوا اش ما راسك انا قال لك الدراري نبقاو نديرو الصدى للدراري واخا اوبا اوبا لا انت ما كتاكليش انت كتفرجي فينا انا غير كنصيب كتصيبي صافي الحشوه ديالنا واجده انت هو ولا الشاف كيعاوني و حتى انت راه كتعاوني الا كانت شي حاجه فرنسيه واش نو هذا الورقه انا ما احتاجش ندهنها لان فيها لذم فيها الزيت كيف جيبها بانسون كندير انا غير بصبعي نيشان لا هاي تعانتي هاد بنسوا وغادي طريقة بلدية هانتي ها ها داكشي يكون شفتي بغيت داكشي تكون الخدمة نقية وهاد السيكار تيجي عجيب دابا من هنا الكونجيلاتور راه باقي مازال لا نفات أخرى يلا هاري والسيري باقي معنا اونلاين وحنا دابا باقية وحتى انت تبارك الله داكشي عطي هذيك اللي درتينا في ديك الوصفه اللي درتي مؤخرا بالبطاطا حمل الكيس ديال الخضره الكيس ديال الخضره وهذيك انا قلت للنبار ديك الساعه نوضي صوبيها ليا تبارك الله عليك الله الله الا زوين هذاك النهار صوبتها مازال نوار حنا دابا احنا دابا اي هيا كنجدو دابا محنشه فيمي وغادي نديرو لها الوصفه ديال سيري نديرو الوصفه ديال سيري البسطيله فيمي دابا حنا اونلاين مع اخت لبنى من فرنسا اللي هي سيرين ام انتقال انتقال لا كاتبه هي سيرين هو انت نسيتي كنيت مرتك شوما كاع لا لا في القناه ديال جيرا نديرو غير انتقال طلع مزيان انتيا كتسهلي عليهم وراه دخلوا عندها عندها الله يلا وصفات انا تيعجبوني ديك الوصفات ديالها كدير مائده افطار مختلفه كل مره كدير لينا واحد لا تبارك الله مر... اليوم دايره مكسيكيه اييه لا لا اذا بصح يعطيك الصحه تبارك الله عليك تانتيا راه تاهي كتصوب داك المسمن اللي صوبت انت ودابا كطبق المسمن ديالنا ياك دابا كتصوب المسمن ديالي انا ماشي ديالنا المسمن الحار اللي كيعجب الشعب هيا ايوا راه زوين زعما هذاك المسمن حنا كنطبقوا الوصفات ديالها وهي كتطبق ديالنا ايوا تبادل عادي ما تنساوش حتى نتوما تشتركوا في القناه ديال سيرين ام ال وراه عندها وصفات مهمه وصفات صحيه وجبات افطار مختلفه كل نهار كدير لكم نوع الشكل كدير مائده متكامله وانا انا الصراحه والله الا كتعجبني هذيك هذيك القناه داكشي اللي كدير تبارك الله تبارك الله يلا حنا كملنا دابا لي سيكار ديالنا هذا السيكار ديالنا دابا غادي نصوب لهم لا بانو دابا هادو مازال ندخلهم الكونجيلاتور دابا هادو لا غادي نخلي منهم شويه اليوم ولكن لا انا كونجليهم باش يشدو ايوا انت نسيتي واش فيا لا لا خصك ندير شويه انا كندير لا السوفان لهنا واحد الاطلال على هذه المحنشه دابا هذا الفيلي ديال ياك اساسي اللحم لا فيلي دبيف واحد التتبيله وواحد الطريقه ديال الطهي ديالها
حنا تبارك الله راه ثلاثة ديال الشيفان دابا مجموعين في الكوزينة، الشيف عز الدين اللي هو خو مدام، والشيف لبنى، والشيف ديالنا الشيف مهري، الشيف مهري، كنا على اتصال مع الشيف سيرين لفرنسا دابا برا قلناها الحجه الحجه غير واقفه مركنه ليله تما هذيك الملاحظات وترد البال وشي امور كذا هي البال واش داكشي غادي هو هذاك ولا لا تبارك الله على الشيف عز الدين الله يبارك فيك ودابا تيصوب لنا هذا المحنشه اللي هي هذا الفيلي مع الفروماج فهمت غادي نشجع المتتبعين غادي نعطيهم لي ديتاي ديالها ها ان شاء الله الوقت المناسب لكن غادي صوب لنا الشيف عز الدين ولا يصوب لنا عرفت عز الدين راه ورا ما تي ما عمره ما تيبان ولكن انا غادي نبين لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم كناخذوا لي سيكار كنديرهم في الدقيق هو الاول نديرهم كاملين ندوزو في الدقيق عاد ندوزو المرحله الثانيه دابا دوزتهم كلشي في الدقيق غادي ندوزهم دابا خدو الابيض البيض ونحطهم كلشي نديرو هاد نديرو هاد الطريقة ندوزهم كلشي عاد نرجعو لاشابلوغ هانتوما هنا عندي هنا الشابلور آسيوي هداك الشابلور البيض درت هنايا شوية ديال البافون وشوية ديال الزنجلان شوية ديال الملحة غادي ندير شوية ديال التحميرة حارة نديرو شوية ديال التومة هادي البصلة غبرة البصلة غبرة باش كنسمو هدا الشابلور باش يجي حتى الطبقة الفوقانية تجي تاهي من السما شوية ديال التومة غبرة ونخلطو كلشي غادي نهزو هادوك لي سيكا لي درنا ابيض البيض ونلبسوهم بهذا الشابلور شو كيجي ملون عجبني انا هذا المنظر عجبتني هذه الطريقه كنحاولوا نسقوا لهم هذاك الشابلور الله مدام ديالك يلاه المهمة ديالك انت المهمة ديالها اليوم غادي ندير لكم واحد العصير ساهل ماهل ما تكلفوش راسكم انا عندي ديما لورونج كنديرو في الكونجيلاتور هو والحمض انا دابا خديتو هو درتو في الماء سخون دابا غادي نخيدو هو طرخا شوية وخامل داخل باقي قص ماشي مشكل راه خويا هاد الماء سخون دابا هاد لورونج اللي عندي انا عندي هنا ثلاثة ديال القريعات خصني نعمرهم العصير غادي ندير كل وحده فيها جوج ديال لورونجات وواحد الحامضه وهاد لورونج الشيء الا كديروه في الكونجيلاتور راه تيجي ساهل يعني كيرطب من الداخل وتيجي زوين في العصير وتيجي بالعصير خافف فوالا ومسربي ما تعصرو لا ليمون لا حزامي غادي تخيدو هاد القشره اللي هي كتكون كتعطي شويه ديال المروره حيدها فوالا حنا عاد رمضان كلفنا الشاف هو اللي هو اللي مكلف بالمهمة ديال العصائر انا مكلف بالمهمة وانت هي مكلفة لينا بالمسمن كلها عنده مهمته غير المسمن هي اللي كدير لا لا تبارك الله عليك كلشي ما عندي ما ولكن المسمن ضروري المائدة الافطار اي مائدة ولكن المسمن هذاك ضروري في المائدة هانتوما هذا هانتوما راه باقي مازال باقي قاصح فوالا وهذا جاب الله ما فيه الشاي ما فيهش العظم والو صافي كنلوحو في الماكينه اللي كان غير خدامين معاك تمام ليك الموس تمام خدامين الموسكونة ديما نقلبو الا كان شي عظم نحيدو على على ود العظم تيمرروا العصير هذا ما فيهش العظم بزاف فوالا السيترون هو اللي تيكون فيه العظم غادي نحاولو هذيك قطع شرائح رقيقه باش وي باش نخدم من بعدها هو الفروي انا كنديرو كله في الكونجيلاتور البان سمو
الفريز فرامبواز ميرتي كلشي في الكونجيلاتور. لا التفاح والبعوي. لا التفاح، التفاح ما كنديروش في الكونجيلاتور، هذاك نقدر نصوت بلاص اللحو في الماكينه الفخم. انا ما كنديرش بزاف العصير التفاح، هذا السيت راه ما فيهش غير هذا. ضروري غادي يكون فيه شي حبات. غير هو قليل فيه. بون ما فيهش. مزيان. هنا دابا ثم انا جبت البنان، انا كندير هذه البنان ديال كوستاريكا. كنجيبو كنخليه في الدار حتى كيولي يدير ديك النقط بزاف حتى كتحل لابو ديالو، تنقشرو كنديرو في كونجيلاتور، نحو في ليكا ولا كونجيلاتور حيت هو... كيكون من السم كيولي من السم زوين. انا غادي ندير هذا حتى هو. انا السكر كما قلت لكم مسبقا ما كنديرش السكر، السكر كل واحد يدير الحلاوه اللي بغا، حنا كنديرو العصير بلا سكر. انا كنزيد الماء، ما نعمرش بزاف على الكياس ديال الماء. هاد العصير راه تيخرج سموسي، يعني تكون متلج متلج وثقيل. العصير ديالي ها هو وجد صافي. كتزيدو كيزيدو لي كمية كافية اللي بغات الماء. الماء ما نكثرش بزاف على القياس حيت فوالا. بسم الله. هانتوما شتو كيتقيل. عصير الاولين ها هو، هذا السموسي ديال البنان ها هو. هانتوما الثاني غادي نديرو هانو رجع لقيناه، هذا غادي ندير فيه الفريز تا هو راه كونجلي. الفريز دابا راه موجود ها، السموسي ديالي ها موجود. ميمكنناش نديرو في هاد القرعه لحقيتاش الراس ديالها صغير، هو عرفتي لي بلاصون فيه جميل. يلا يلا من هنا المغرب غادي يطلق لي انت راه الرضا. واو هذا راه تديرو بالمعلقه فوالا. عرفتي راه فيه شي ماده تاع دابا نخليوه تا توصل المغرب يكون تخا شويه. هذا ها هو العصير الثالث، ما عندي فيه والو، الحامض والليمون فقط وشويه ديال الماء. فوالا هاد العصير تيجي خاص. انا فكرت تقدر دير فيه شي وريقه النعناع. اييه النعناع اييه يجي منعش. عشتي انا شفت لك دابا الفكره. اييه النعناع كاين. هو هذا العصير ديال لورونج مع السيترون راه تيخرج هكا، والنعناع والنعناع. غير واحد القضيه، هاد العواصير هادو راه تيبداو يصفوا بحال هكا، تيديروا تيتصفوا يعني. ملي تبي حيت فيه الماء، ملي تبغيو تكبوا قلبوش قلبوا. وكان هذا الباناشي، هذا داك كاع اللي شاط مشي حاجه كنخويها في هاد الكاس. من غادي تعطيها؟ هذا ديالي، هذا كنخلي دابا باناشي ديال باوم. ديال باوم هذا. هانتوما شوفو كلشي هذا راه ديال الشرف. ايوا شنو هذا؟ وحنا نقسمو هادشي. راه هذاك هو القانون، الراجل عنده حق المرا في ولدو وكنديرو. لا دابا هذا حق المرا وحق الولاد في ولدو. واخا لالا. هانتوما سيرو كندير، درت هنايا 200 غرام ديال الماء و 200 غرام د السنيده، غنديرها فوق العافيه غتجي بالغليه صافي، ونحيدو ونحطو يبرد. وكنديرو تاهو في واحد الكراف صغير اللي جا العصير مسوس مع الدراري تيجيو مسوس، كيزيدو واحد شويه ديال السيرو. الزيت راه سخونه مزيان، سخونه بزاف. وهادو سميتو لي سيكار راه مكونجيلي، نحطو ميشان عندك. ما
لي سيغار ها هما من بعد ما تقلاو انتما كيشهيو مقرمشين. عاد غادي قطع شي وحده نشوفو كيدايره. اييه بسم الله بسم الله بسم الله. ولكن راه مازال ما ودنات الماء. لا لا غادي غنقطعوها. قرب قرب لعند ها هي ها هما اييه مقرمشين بينا نعطو لكم تسمع تسمع التقرميشه ولكن باقي ما باقي صايمين. هيا المائده ديالنا راه باقي ما حطيتي البحنشه الشاف. ايوا راه باقي هذاك الشيء انت بدات صوري بعدا على السوق ديالك غندير المحنشه. هذه هي الشوربه ديال الاسيويه هانتوما كي كتجي الريحه ديالها كتعطي بعدا راه كتشهي. المائده ديالنا شفتو حطيت فيها الحرشه العصير اللي صوب الشاف. ها هي الطاغ ديال الميده. اييه هذا دابا تبارك الله راه كلشي. هذه المحنشه فومي هذه المحنشه مدخنه. مرحبا بكم عندنا على مائده الشاف اليوم. لا حنا راه دوزنا تصوير دابا هذا تصوير اخر. على ودي نسبر عاود تبدلتي حوايجك. عاود تمشي تعاود ثاني لبس الجلابه باش نتصور بها. وعرفت هاد العزومه بعدا ديالتاش ها؟ يلا قول. هاد العزومه ديال معنا واحد العريس كنعرضوا ليه اليوم هو ازهر الاخ ديال مدام في المغرب. غادي نشوفكم في المغرب راه كنلفي هاكا تسجل راه هاديك الكابيرا شاعله. واخا هادو العزومه ديال سي ازهر عريس عندنا ومعرضني هو مدام ديالو ايمان باش شرفونا لهذه المائده. لهذا وجدنا لهم شويه ديال التحليات واخا التحليات ناقصين ما درنا شي حلو بزاف ديال غير العواصر ولاني ضروري ونسمن راه هذا راه سجلنا وعاوتاني كنسجلو حيت نساو ليا المسمن. دابا ملي جابوا ليا المسمن عاودوا نعاودوا ضروري يكون في المائده في رمضان ياك المسمن ويكون حار المسمن اللي عزيز على الشعب. هو هذا يلا بصحتكم وراحتكم حتى نتوما وفطور شهي فطور شهي.